الله حي رجال تمشي وبتما يلبس لاحة وبتدافع عن أهله وأرضه وتفديهم برواحة. الله حي رجال تمشي وبتما يلبس لاحة وبتدافع عن أهله وأرضه وتفديهم برواحة. بدنا نحب بدنا نمشي كل الدرب بدنا نتعلم الرجولة ونحب الشام من القلب. شوفوا شامنا عن قرب بدنا نعشق بدنا نحب بدنا نمشي كل الدرب بدنا نتعلم الرجولة ونحب الشام من القلب. نمشي الطريق كله والحق رح يفرش ظله على كل ترابك يا شام هالوغد رجالك بيضله. نمشي الطريق كله والحق رح يفرش ظله على كل ترابك يا شام هالوغد رجالك بيضله. نتعلم الرجولة ونحب الشام من القلب. شوفوا شامنا عن قرب بدنا نعشق بدنا نحب بدنا نمشي كل الدرب بدنا نتعلم الرجولة ونحب الشام من القلب. شوفوا شامنا عن مدام الحب بيجمعنا والبسم الحلو ترافقنا بقلوب كبير منتسامح الله رح يبقى معنا. والبسم الحلو ترافقنا بقلوب كبير منتسامح الله رح يبقى معنا. بدنا نتعلم الرجولة ونحب الشام من القلب. شوفوا شامنا عن قرب بدنا نعشق بدنا نحب بدنا نمشي كل الدرب بدنا نتعلم الرجولة ونحب الشام من القلب. شوفوا شامنا عن قرب شوفوا شامنا عن شو الوضع؟ سيدي من امبارح متمركزين هنيك وتقريبا قوتنا محاصرتهم ما عم يقدروا يوصلوا لخيولهم وبتصور ذخيرتهم يا خلصه يا رح تخلص. اذا خلصت ذخيرتهم رح نقتلهم مثل الدبان. الله يقويكم يا رجال. هيو ابو حجاز شلون ملاقي الوضع بحيدار؟ شوفت عينك خيل تبعنا وراه
وفشك ما عضل معنا من امبارحة يا باطي. وشو الحل هلا ابو حجاز؟ شو رح تعمل؟ شو مجنون هاد؟ صوب لقن نار الله عليهم يا رجال بالشباري والشنتيانات قول والله تركوا بوريدكم بالخناجر يا شباب عليهم يا رجال يلا كل واحد يروح على دكانته امشي يا ابو سطيف امشي انا عم اقول يا مختار يعني اليوم بلا ما بيصير يا ابو سطيف لازم تفتحها ولا بدك تخلي جماعه السرايا يشككوا فينا اي بس يعني خلص ابو سطيف شبنا كلمه واحده روق ابو سطيف خذ لنا طريق مختار يلا تفضلوا يا ابو راشد الله يصلحك على العمل اللي عملته الله يسامحك Thank you.
حفيظة، الله يرضى عليك، تركيني نام واجلي اسئلتك لبعدين. ما رح خليه تنام حتى اعرف وين كنت ابن عمي، انا من غير شي الفار صار عم يعبي عبي. ها ومن شو صار الفار يعبي عبي؟ ان شاء الله بتقع بينك وبينه لحتى اشمت فيك يا حفيظة يا حق. خايفة تكون عاملة ومتجوز علي. لك شو هالجلبة هي؟ أنا بساويها أنا؟ لا ما بتساويها، إيه من يوم ما أخوك راشد نقرة جوازي على سلفتي بشيرة أنا ما عاد أمنت. لك يسلمني، هلا بالله من كل عقلك عم تحكي؟ إيه من كل عقلي عم بحكي. شاكر مشان الله برد لي قلبي، قلي وين كنت امبارح؟ لك وين بدي كون يعني؟ كنا بالقهوة، بعدين رحنا لعند رفيقنا وصلنا عند هالأسطوح. أما شو سهرة بشرفي وبطير العقل. او منو هاد رفيقك؟ شو عم تحقي معي وليه؟ روح نمشي احسن مهر لك سنانك. ها حاضر. لا مع المخ اللي لك قال متجوز قال شاكر، يعني انت مالك عامله؟ رح بتروحي من وشي ولا بنزعلك صباحك عن جدة؟ حاضر ابن عمي. العمى كيف الله بلاني بهالمره ما بعرف مو لك. شو بالرجال مثل بكم وعلى بعضه؟ عم بيقول انه كان عند رفيقه على الاسطوح. ايه هو ماله رفقات بالحارة اللي يسهر عنده؟ ايه والله والله ما يكون عامل ومتجوز علي لايام ايام هالبيت. بدك خرسي خرسي انت التاني، يا شاكر بموت فيكي وما رح يجيب لك ضره. كيف بس طول الليل عزاز ابو راشد تعالوا اشربوا قهوه. صباح الخير مرت عمي. صباح الخيرات حفيظه. مرت عمي هلا انا معزومه على القهوه ولا القهوه لناس وناس؟ لا تقبريني معزومه، القهوه للكل. ان شاء الله بتقبري قلبي، والله والله انت تاج راسي. يبعث لك حمش ومكولكه. لا انا مكولكه. صباح الخير ام عجاج. يسعد صباحكم، ان شاء الله نهاركم عربي بألف الصلاة على النبي. صباح الخير يا مو. وصبحك بأنوار النبي يا مو يا نوارة قلبي. تفضلي اقربي. خير ابو راشد، ليش جاي لعندي؟ جاي اطمن. تطمن على شو؟ لهلا ما حدا اعلم بالمادنة عن موت هالندل صبري ولا يمك، بس خلي كل شيء طبيعي ولا كأنه شيء صار ابدا. ما عم بقدر نام الليل يا ابو جمال. لا تقلق ولا على بالك، لانه اليوم حارس الحاره خبر كل اهل الحاره انه عناصر صبري كانوا حاملينه وطالعين في برات الحاره. يعني ما مات؟ ليش انت ما قتلته؟ قتلته خلاص، وليش الخوف يا ابو راشد؟ بس مو لازم نتاكد يا مختار. ما بنعرف شو صار معه بالخستخانه، بس اكيد سلمها. الله يسمع منك يا مختار. شايفك خايف ابو راشد. ما رح اطمن لشوف جنازته. معك حق، هذا صبري بسبع ارواح مثل القطاط، بس كمان هذا ما بيمنع انك تروح على الحاره وتسمع شو عم يحكوا الناس. هو هيك حلو يكون صبري مو ميت. ساعتها كملت معك يا ابو راشد. ابن عمي شو بدك تعمل بالبيت المسكر؟ ما رح اساوي في شيء هلا. بس ليش عم تسألي يا سلوى؟ يعني أنا عم أقول لحالي خلينا نركزه ونجوز فيه فوزي. أوف، هو قال لك بده يتجوز؟ لا ما قال، بس أنا مو ملاقيتها حلوة إنه أخوه عمر الصغير اللي أصغر منه بهديك الحسبة يتجوز وهو ما يتجوز. أخوه عمر يتجوز قبله لأنه الأفندي قال ما بده يتجوز. ومين قال هالحكي؟ هو ما قال بده يتجوز على كيفه، وما بيتجوز لا على كيفك ولا على كيف عمتي أمينة.
بلا قال، ليش الكذب؟ ايه بقى سكري على الموضوع هلا، البيت رح يضل على حاله، وانا اذا بدي جوز فوزي ما بجوزه بالبيت المسكر الصغير. ليش؟ لاني رح بشتري له بيت لحاله وجوزه فيه. بتعرفي ليش يا سلوى؟ ليش ابن عمي؟ فوزي بعد ما رجع من فرنسا تغير علينا كتير، مو هذا فوزي اللي انا ربيته. شلون مو هو؟ لكن في واحد يقول لأخوه ليش مخبي مرتك عني وما عم تورجيني وشها؟ هو قال هالحكي؟ ايه، ابنك عمر قال لي اياها بالدكان، وقال زعلان منه لأنه ما رضي. قال له أخي هي مرتي وأنا حرفية. يبعت لي حمى. ايه، الخمس سنين اللي قعدوا فوزي بفرنسا قلبوه قلب، صار بده يقلد أهل فرنسا اللي بيطلعوا بالقرعة، والوحدة منهم ما بتخبي وشها عن التاني. هلا هيك بيطلعوا برا؟ وأكتر من هيك أكتر. يا لطيف، يا رب تستر علينا يا رب. استغفر الله العظيم على الغلط اللي ارتكبته لما بعدته يدرس برا. هلا صار اللي صار ابن عمي، صار اللي صار. يعطيك العافية بنص. يلا يا مام عشان تكسروا السفرة. ما فايت سد الريا خانو. ايش معنى يا عمتي؟ هلا بتفيق وبتساعد البنات. شو وينه فوزي؟ ما اجى امبارح ابن عمي، قال عنده شغل مهم كتير. اوف، شو هالشغله المهمه بقى؟ والله ما قال. ايه عمر وينه؟ سبقك على الدكان. اوف، ماله بالعادي؟ حاجته ابن عمي، شهر العسل خلاص وهلا صار وقت الشغل. شهر العسل صار له خالص جمعتين يا خانون. ايه معلش، لا تدقق علي ابن عمي. والله هجي بس يتجوز بينسى شغله مو ورا مرته. لا حجة، عمر مو هيك. شلون رضاك على فوزي يا ابن أخي؟ مو عاجبني شغله يا عمتي. لا يا ابن عمي، والله فوزي رفع عنا راسنا قدام كل الناس. ليش إمتى ما كان راسنا مرفوع يا خانوم؟ مو هيك قصدي ابن عمي. لك شو قصديك؟ قصدي يعني لما استلم شغله صارت الناس تقدره وتحترمه أكتر. لا، قولي صاروا يخافوا منه من شغله. وليش لا يخافوا منه ابن عمي؟ هلا سكري على الموضوع ولا تهزي لي بدني عند الصباح. وصل شي عمتي؟ سلامة قلبك. شو راح تطبخولنا اليوم؟ يلي بتجيبه بتبعته بنطبخه. ماشي الحال. الله معك. يعطيك العافية بابا منى. الله يعافيك يا عبي، مع السلامة. الله يسلم خاطركم. مع السلامة. ضروري انتي، ضروري ضروري تجاكري وتجاري. لك كم مرة قلت لك لا جاري؟ والله يا حجة شو حكي؟ لك شو حكيتي؟ كل اللي حكيتي وما حكيتي شي. ضروري تقولي له انه راسنا مرفوع مشان ابنك فوزي ما شاء الله حوله. ايه بس مو هاي الحقيقة. ايه لا مو هاي الحقيقة ستي، نحن طول عمرنا راسنا مرفوع لفوق، مو وقت اجا ابنك خزيت العين فوزي افندي وسلم وظيفته الكبيرة. ايه بس انا بحق لي شوف حالي بابني فوزي واتمنى له اعلى المراتب. ايه بس كمان مو من حقك تعني تجاكري لجوزك وبتعرفي انه ما بيحب شغلة ابنه. الله يرضى عليك لك بنتي بلاها. حاضر حاضر. سمعت شي يا ابو عريف؟ عن شو؟ شو عن شو؟ عن الفطيس. هي ما فهمت عليك ابو راشد. عن موتة صبري هالكلب. هذا سؤال بينسأل ما الجواب عنده. أنا كمان قاعد عم انتظر مين يخبرني. لا تستنى مين يخبرك، بكرة الخبر بيوصل لعندك. فيك شي يا ابو راشد؟ لا لا، سلامتك سلامتك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العمى ليش مو على بعضه ابو راشد؟ إيه طبعا لازم ما يكون على بعضه، فئات الواحد قد البلد كلها. إيه الله يقويك يا ابو راشد. نعم نعم سيدي. ايه ولا يهمك. طبعا طبعا امرك سيدي امرك، جاهز انا. مع السلامه سيدي، مع السلامه مع السلامه. هن زمان يجي هالتليفون ويخلصنا بقى. يا زهير زهير. حاضر اخي شروق. حاضر. اسمع يا زهير، هلا أنا صرت بدال صبري ومسؤول عن المكتب والتحقيقات واللازم منه، فبدي إياك ما
ما تغلط ولا نص غلطة، والأمر اللي بيعطيك يا بتنفذه بالحرف، مفهوم؟ تأمر شلهوب، تأمر. بتقول شلهوب أفندي يا بغل. حاضر شلهوب أفندي، حاضر. وساوي لي فنجان قهوة وعطيني التقرير اليومي. نلع. تأمر. اسمع، بتخلي شي 10 عناصر هيك جاهزين وعندها ومسلحين بالبواريد. ليش خير في شي؟ خلاص ولا هي آخر مرة بتقطعني فيها، مفهوم؟ وبتسأل عن شي بقلك عليه. نلع. كرامي سيدي. قربت نسمع خبر موتك يا صبري، قربت. هذا الكرسي صار لي. مع السلامة صبري أفندي، مع السلامة. كرامي سيدي. شوفي مرزوق، ليش هيك قايمة القيامة بالسرعة؟ والله يا سيدي وصلتنا أخبار إنه صبري أفندي ضاربينه سكين بحارته، وهلأ هو بين الحياة والموت. ومين هو صبري؟ سيدي صبري أفندي رئيس قسم التحقيق بالسرايا. ساوي لي قهوة. أمرك سيدي. هذا الشخص اللي اسمه أبو حجاز أعلاني كتير من شفوزي، وأنا بظن إنه هو يورك لهم مشاكل. الأول اللي كانت معي ما كفت لحتى نقضي عليه، مشان هيك اضطريت انسحب أنا وجنودي بأقل الخسائر. وديش كانت خسائرنا؟ 3 قتلى و5 جرحى. المرة الجاية حابعت له دبابات ومدافع لأقضي عليه نهائيا. أنا هذا الشيء طلبته من الأول سيدي. إيه بس أنا ما كان عندي فكرة عن قوته من الشفوزي. سيدي أنا حطيت خطة جديدة للأبضالي. لا أنت اطلع منها، أنا عندي مهمة جديدة لك. شو هي سيدي؟ هاي الحارة اللي قتل فيها رشدي بيك من شهر، أهم رجل عنا، وانطعن فيها صبري تاني رجل بالسرايا، وليكن قاعد بين الموت والحياة ونحن ما عم نسوي شيء. شو المطلوب مني سيدي؟ المطلوب انه نمسك اللي عم يعملوا هيك شغلات. بدي اياك انت تستلم تحقيق. هذا شلهوب نائب صبري، ما بينفع عليك مهمه. امرك سيدي. هلا انت ليش ما عم تقتنعي انه هذا البيت لازم يرجع لاصحابه؟ لانه هذا البيت إلنا. لا مو صحيح، هذا البيت نصه إلنا، بس النص الثاني لأبو راشد، وانتي بتعرفي هذا الشيء. حتى لو هيك أبوكي ترك لنا مصاري كتير، نقدر ندفع له حق النص الثاني ونخلص من هالقصة. لا وبزيد معنا مصاري كمان. يا فادي انتي ليش ما عم تفهمي علي؟ أنا ما عاد أقدر أعيش بهذا البيت. وليش بقى؟ لأنه أبوكي وحجاج ماتوا قتل، والحارة من بعدهم صارت مغمة، وأنا ما عاد طايقة أقعد فيها. لك أختي إذا رجعنا هالبيت لأبو راشد وين بدنا نسكن؟ أنا تعودت عليه. معلش أختي معلش، بكرة بتتعودي على غيره. اختي الله يوفقك، قيمي هالموضوع من بالك ونسيه تماما، لانه انا من هالبيت ما رح اطلع الا على جستي، واذا رح تفكري يا وداد تطالعيني منه رح اقتل حالي. ها شو؟ ايه مثل ما سمعتي يا اختي، نحن من بعد ما مات ابوكي ما قلنا حدا بهالدنيا غير الله. على القليل الناس بهالحاره بيعرفونا ومنعرفون، اذا تركناها وطلعنا سكننا برا بيصير اللي بيسوى واللي ما بيسوى بده يطمع فينا. طيب اختي طيب خلص، أنا رح أنسى هالموضوع شوي. لا تضايقي حالك. عن جد أختي الله يخلي إياك يا رب. والله ابني راشد مشغول، وبنتك لازم تقدر ظروفه يا أم بشيرة. مشغول بشغله ما حكينا شي، بس كمان على القليلة مو يروح يترك مرته الأولانية لا زيارة لا كلمة حلوة يقلها إياها. إيه والله الله ما قالها هي يا أم راشد، والله الله ما قالها. إيه والله مرته ولازم تتحمله. اتجوز عليها قلنا أمر الله، صار اللي صار، بس يعدل بيناتهم يا أم راشد. ما بيصير هالحكي بزمتك بضميرك، صح هالحكي ولا لا؟
عسلامتك وعداك العيب يا ست ام بشيره. كل وحده الها حق ولازم تاخده، هيك بيقول الشرع. لك يسلم هالتم يا ام عجاج. ميت اهلين وسهلين بخالي ام بشيره، تفضلي. كيسلموا لي هالايدين يا اميره. وايديك يا رب يا امو، تفضلي. مالي نفس تقبريني. خالي ام راشد. يسلموا اميره، ما بدي. مرت اخي. يسلموا. اصلا اذا اجيتي للحق يا ام بشيره، ابني راشد ما لازم يرجع بنتك قبل ما تمضى ثانويه عجاج. يو بدك اياها تضل سنه كامله برات بيته يا ام راشد؟ مو هيك الاصول يا ام بشيره ولا انا غلطانه؟ ولك انا اصول هي اللي عم تحكي فيها يا ام راشد؟ اه الله يسامحك يا ام راشد، هلا انت هيك عم تغلطي. لا ستي انا مالي غلطانه. معلوم. قولي انك بتكرهيني وبتكرهي بنتي لانه جابت لكم البنات. عم تحكي الدغري. ايه والله انا بكره البنات. رح نشوف بكره شو رح تجيب لكم الكنه. صبي وحيات راسك صبي. يا ام راشد يا ست ام بشيره، صلوا على النبي وقيمونا من هالسيرة. اللهم صل على النبي. سهلين يا بي. قديش طلع حساب ابو معروف الدوماني يا عمر؟ يا بي بيسلم عليك وبيقول لك قال هو بمر لعندك بحاسبك فيه. لك يا ابني هذا دينته بتطول، كان لازم على القليله تاخذ منه حق نص البضاعه. ليش يا بي هو الزلمه ما له حقاني؟ لا حقاني، ما حدا بيقدر يجيب معدله بكلمه، بس نحن كثره مصارينا مع العالم يا ابني، إذا هاد بدنا ندينه ما ناخذ منه وهاد بدنا ندينه ما ناخذ منه، منفلس منسكر الدكانة ومنفتح لنا للهوا. بس يا بي يعني بلا مؤاخذة أنت اللي عودت العالم على الدين. هيك رأيك؟ ايه. روح شوف شغلك روح. يلا يا رب. بسم الله. بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلين مختار. كيفك يا أبو شريف؟ الحمد لله. شو ما شفناك اليوم بالحارة؟ شو بديت عساي بالحارة؟ يا زلمة اطلع من البيت اتسلى شوي، شوف الناس احكي معهم. بعد كل اللي صار بدي اطلع اتسلى. شو هذا أبو شريف؟ ليش هيك عامل؟ ليش كابب الذهبات على الأرض؟ ما بدي يا عندي، ما بدي الذهب ببيتي بنوب. أبو شريف صاير معك شيء؟ مالي يا مختار، مالي من هالدنيا. عم اطلب من ربي ياخذ امانته اليوم قبل بكره حتى ارتاح. وكل الله يا زلمه، وكل الله. قل لي شو صاير معك؟ شايف الذهب اللي بالارض قيمته مثل قيمه الزيت والمعفن، والذهب هاد اغرى ناس كثير ومن شانه انقتل صبري وما بعرف مين بده يموت بعده. ايوه يعني انت مو رضيان لانه ابو راشد قتل وصبري. ما كان لازم ابو راشد يقتل وصبري ويحمل دمه. ابو شريف انت عم تحكي من كل عقلك. الله اللي بحاسب يا مختار، محاسب الله. الله هو اللي بيسامح. بيتك زعلان كثير يا ابو شريف. زعلان على الناس اللي راكده ورا شيء اسمه زوال، وزعلان على حالي. راح العمر، لا ولد ولا حدا بيعرفني بعد ما اموت.
وكل الله يا ابو شريف، وكل الله. والله ما في شيء محرز، ولا بيستاهل حدا يموت مشان الوسخ، لا بيستاهل يموت عجاج ولا صبري ولا حدا. قوم روح معي لحتى نلم الذهبات من الارض. لم لحالك يا مختار، ما بدي اشوفهم بوشي. انا حلفت يمين معظم بيني وبين حالي اني ما ادورهم ولا خليهم عندي. هذا حكي بينحكى يا ابو شريف؟ اذا ما اخذتهم هلا يا مختار رح اجيب اهل الحاره ياخذوهم. شو جنيت؟ بدي ارتاح يا مختار، بدي ارتاح منهم ومن همهم. خذهم الله يخليك، بوس ايدك ريحني منهم. رح اخذهم، بس انت بدي اياك تهدي حالك. خير ان شاء الله. عم يجعك شيء؟ بطني يا مختار، بطني جوعان. صار لي كم يوم ما اكلت، مالي نفس للاكل، لا لاي شيء ولا هالحياه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. انا رايح وجايك بعد شوي ابو شريف. خاطرك زمان. وينك يا رجال؟ كان عندي شغله عملتها ورجعت. يشهد ربي علي انشغل بالي عليك. الله لا يشغل لك بال. كيفك يا ابي؟ اهلين يا ابي، الله يرضى عليكي. حط لك الاكل لتاكل؟ ايه حطي لي يا ابي، حطي. على راسي وعيني. ابو راشد مشان الله اللي صاير معك شيء؟ لا ما في شيء. اكيد؟ ايه اكيد اكيد. ما بعرف، قلبي حسستني انه في شيء صاير وعم بتخبي علي. العافية يا ابو عارف. اهلين اهلين مختار، يا هلا. بدي اياك تترك كل شيء من ايدك وتلحقني. امرك مختار. لوين؟ لا تسال لوين، وجيب سله من عند ابو سطيف، سله فاضيه. لشو السله مختار؟ قلت لك لا تسال يا ابو عارف، الحاني اللي عند النجم. امرك بسرعة. مختار ابو سطيف. نعم ابو عارف. اعطينا سله فاضيه من عندك يرضى عليك. حاضر على راسي. يعني ما حدا اعترف منهم؟ ابدا سيدي. خليهم بالسجن. سيدي انا عم اقول يعني شو رايك نعمل لهم قتله حشك ولبك نكسر لهم عظامهم فيها سيدي؟ وشو رح تستفيد؟ رح يعترفوا غصب عنهم سيدي. لك انا كم مره قلت لك يا معروف انه القتل ما بيسوى، وفي ألف طريقه بتخلي المذنب يحكي الحقيقه من دون ما تقرب الكرباج على جسمه. سيدي شلون يعني؟ ما فهمتها. لأنه من كتر ما رح يأكل قتل رح يعترف ويقول عن شيء هو ما نعامله، يعني رح يعطينا معلومة غلط. فهمت ليش يا معروف؟ سيدي بس يمكن الضرب معهم هدول يجيب نتيجة صحيحة. معروف، هي الأساليب ما بتمشي عندي، وبدي إياك تحط براسك أنك عم تتعامل مع إنسان مو حيوان. مفهوم سيدي مفهوم. روح لعنده وطمعهم بالحرية إذا حكوا الحقيقة، وعرف منهم مين كان ورا المظاهرة. شلون سيدي؟ هي ما فهمتها. يا معروف، الحرب النفسية مع البني آدم أقوى بكتير من إنك تمسك عصاي وتنزل فيهم ضرب. بدي إياك تعيشهم بقلق، ما تخليهم يناموا ومن دون ما تضربهم. ورجيهم حبل المشنقة من دون ما تذكرها قدامهم. فهمت علي؟ هلأ فهمت عليك سيدي. وتعلم مني تاخد يلي بدك اياه وانت عم تضحك له. أمرك سيدي. روح لشغلك. حاضر. قديش صعب علي وعلى أمثاله يعرف انه في طرق تانية غير الضرب بتنفع. أبو عارف. مول مختار. هات اللي بإيدك، خد السلة. أبو شريف، لك ليش وشك أصفر كل الآن؟ من البسطة اللي عم أشوفه بحياتي. خد أبو شريف. لا ما بدي شيء. لازم تاكل يا أبو شريف. ما بدي آكل. لازم تاكل مشان تصحصح، ما بيصير. فوت لجوا بطعميك جوا، وأنا كمان جوعان. الله يلعن الذهب وساعته. لعمة، شو صاير لعله؟ يا
يا حيف عليك يا ابو شريف، يا حيف عليك. شو ها؟ لا اله الا الله. عارف مو المختار بدي اياك تلم كل هالذهبات وتحطهم بسله دغري. على راسي. لا تاخر. حاضر. عم استنى. نلو ابو شريف كل الذهب. اخ يا ما تحت السواهي دواهي. اهلا وسهلا ابن عمي. بلم اهلي. شو جايب بهالسله؟ والله هي السله مو بلي، هي السله واحد حطها اماني عندي. الله يرضى عليكي، ما بدي اياكي تمدي ايدك عليها ولا تشوفي شو فيها ابدا. لا يا ابن عمي، وانا من ايمتى بخون الامانه؟ ما قصدت هيك يا ام جمال، بس انا حبيت ذكرك مو اكثر. ماشي ابن عمي، هي الامانه بالحفظ والصون. الحمد لله، جرحه بره وما بهبليه يا شيخ عواد. الحمد لله. الحمد لله. نسلم عليكم. عليك السلام ورحمة الله. عليك السلام. جزاك الله كل خير. قم قاعد يا ضيف، قم. ما عليك شر إن شاء الله، ما عليك شر. الله يخلينا ياكم. والله ماني عارف شو بدي لكم يا سيدي الشيخ. لك والله أنتم فضلتوا على راسي فوق. الفضل لله يا ضيف. ومن ثم للراعي خلف الجابك لجرتنا. اذنوا لي يا الربع. تفضل يا مهاوش تفضل. اقول ما تعرف من هو اللي ضربك؟ يعني ما تعرفه؟ لك العمى، نلو ابو شريف كل الذهب. العمى على هيك ناس بيشكل إلي وبيحرموا حالهم من خيرات رب العالمين. ابو عريب، ابو عريب. اهلين ابو صيف. شبك وين ساريح؟ لا لا ما في شيء يا وصيف، ما في شيء. شلون ما في شيء؟ انت من لما جعت من عند المختار وشك ما عم يتفسر مو معروف لونه. عندك للسر مطرح ابو صيف؟ بير ماله قرار احكي. شفت لك، شوف اليوم طير الضبانات عقلي، ابو شريف عقله عم ياخذ ويعطي. الله يثبت علينا العقل والدين. خير شو سوى معك؟ شفت لك عنده ذهب كثير. ذهب؟ لك ايه، ذهب مبحوث بالاراضي وما بده اياه. وما بده اياه؟ ذهب عصملي كان مخبيه بجرد الزيتون ابو سطيف. ايه هي عندي علم فيها. انت بتعرف انه عنده ذهب؟ بعرف، من بعد مقتل عجاج بثلاث ايام عندي خبر، بس انت اوعى تقول لحدا لانه ترى كل دوخه الحاره من تحت راس هالذهبات. هات لشوف ابو سطيف، فهمني شلون. بعدين بحكي لك ابو عارف، بعدين. ليش ما وصلني خبر موتك يا صبر الندل؟ ليش؟ نعم نعم يا سيدي، ولا يهمك. ايه سيدي ايه، امرك. مع السلامة. مع السلامة. العمى، لك عن التحقيق صار من اختصاص سرايا، وانا لازم ساعد يلي استلم القضية بكل يلي بعرفه. العمى أنا بعرف كل شيء. مشكلة هدول تبعات السرايا ما عنده اللعبة. وليه لحم الدكان يا سهير. سهير حاضر شنوب أفندي. حاضر. بتروح الحارة فورا، بتاخد معك قفل جديد وبتحطه على دكان أبو شريف، وبتحط اثنين يحرسوه على طول. أمرك سيدي. بسرعة يلا. حاضر. العمى، العمى شلون راحت عن بالي شغل الدكان؟ ولي ولي
كيفك ست عطور؟ جاي اتغدى عندك. شبك يلا كل واحد على شغله يلا ما بدي اشوف حدا بنوب بعد هيك بتستاهل ولازم يعرف المختار بالقصة ضروري يا ابن جم انا رايح على بيته خبره ايه روح روح بسرعه اسمع انت وياه من هون ما بتتحرك شو ما صار يصير فهمت بعد هيك يا حبيبي حطوا حراس كمان شو عم تقول ابو عارف وحطوا اثنين تحريين على باب الدكان يا مختار معناتها صبري ما مات شلون؟ شلون مختار؟ هيك الظاهر يا ابو عارف قولي اذا ما مات صبري رح نموت كلياتنا انت روح هلا على دكانتك وانا رح دبر الامور شلون بدك تدبر الامور؟ هي اترك علي يا ابو عارف انت روح هلا على دكانتك امرك ولي على هالمصيبة مو معقول يكون صبري عايش أنا غرست الخنجر بوسط بطنه وما سحبته لتأكدت إنه مات أنت شفته هو عم يسلمها يعني مالك متأكد من إنه صبري مات أنا سحبت الخنجر من بطنه وطلعت من الدكان بيظهر إنه صبري ما مات شلون؟ هيك صاير وإلا ما كانوا أجوا رجاله وحطوا قفل جديد على دكانة أبو شريف يا أبو راشد لحظة يا مختار لحظة كل هالحكي ما صار لو صبري ما مات كان أول شي عمله بعت رجاله يلمونا واحد واحد وأولهم أنا وولادي مزبوط الحكي بس ليش لحتى يجوا رجاله ويحطوا قفل جديد على دكانة أبو شريف يمكن شلهوب هيك طلع براسه مشان يحافظ على أملاك صبري ويمكن يكون كمان صبري ما مات كمان هذا الكلام معقول هلأ شلون بدنا نتأكد مات ولا ما مات وأنا كمان هيك عم فكر خليني روح لعند أبو عزيز وشوف بركي بيعرف حدا يساعدنا من هالمصيبة اللي رتقع فوق راسنا اتكل على الله يلا 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 يلا